بنتكلم على الويفز الموجات، بنبدأ تايبس اوف موشنز، ايه هي انواع الحركة. خلي بالك انا مش عايزك تحفظ، انا عايزك تفهم. فهم بحفظ، في حاجات لازم تتحفظ ايوة، بس فهم اولا. وحنكتشف حاجة جميلة قوي في الاخر، ان حل الاسئلة بيكون اسهل من الشرح كمان. الموشن عندي نوعين من الموشن، النوع الاول ترانزيشنال موشن، الكلام ده اخدته في تاني اعدادي. ترانزيشنال موشن اللي هي الحركة الانتقالية، بتنتقل من مكان لمكان. وفي نوع تاني بيريودك موشن، بيريودك موشن يبقى ترانزيشنال موشن وبيريودك موشن، بيريودك اللي هي ريبيت دائري. قال لك الترانزيشنال موشن ديت، الترانزيشنال موشن ات از موشن ذات هاز ستارتنج بوينت اند اند بوينت. في عندي حاجتين بيكونوا موجودين، ستارت بوينت واند بوينت، وبجيب لك شكلها الان. البريودك موشن، بريودك موشن ات از موشن ذات ريبيتس، ريبيتس اتسيلف ريجولاري ان ايكوال بيريود ات اوف تايم. يبقى it is a motion that repeats، بتتكرر. itself regularly، بتكرر نفسها. in equal period، في أوقات متساوية من الوقت. أنا عندي هنا قال لك البريودك موشن في auxiliary motion وفي wave motion. auxiliary motion والwave motion. الترانزيشنال موشن دي بتكون زي موشن دي كده، زي الموشن اوف ايه، اوف كار، بروجكت الموفمنت، حركة المقذوفات. والاوكزيلاتوري موشن والويف موشن بانجلوم، بانجلوم نطقها غريب شوية عليك، هتقول لي اسمه باندوليا من تحور، اسمها بانجلوم. يبقى البانجلوم اللي هو البندول يعني بانجلوم. وفي كمان ووتر ويف اللي هي حركة الموجة المية. طب ما تجيب لنا صور توضح الكلام ده. يبقى قبل كده يبقى الاوكزيلاتري موشن اللي هو البانجلوم ديت، والهنا الووتر ايه ويف. تعالوا نشوف صور توضح الكلام. ادي الرسمه اللي عملناها، لما قلنا الموشن في ترانزيشنال موشن وفي بيريودك موشن، وقلنا الترانزيشنال موشن في الموشن اللي هي ستارت تو اند بوينت اللي هي الموشن اوف اكار. ادي عندها، يبقى كيف فينا ايه بوزيشن نمبر 1 ودي بوزيشن نمبر 2، يبقى دوت الستارت بوينت ودي اند بوينت. هو مش لازم هو يا مستر لازم يكون ستريت لاين، لا احنا بنقول في ستارت بوينت تو اند بوينت. الحاجة التانية البروجيكتل موفمنت، حركة المقذوفات، فاكنها في أولى ثانوي. وخلي بالك الزاوية هنا بتعمل زاوية دي كده اهو، اللي هي سيتا، سيتا الزاوية اللي هي بتبقى محصورة هنا دي كده، عشان هنستخدم. يبقى ده اسمه بروجيكتل. هي في ستارت بوينت وفي اند بوينت، لكن هي حركة انا كيرفد مش ستريت ايه لاين. وايه كمان معانا عندي هنا البانجلوم، وعندي ايه كمان غير البانجلوم، الووتر ويف موجة المية، وعندي ايه كمان خلي بالك السولار سيستم، سولار سيستم اللي هي الكواكب دي برضو تعتبر اللي هي ايه هنا بيريودك موشن. الفان اللي هي المروحة تعتبر بيريودك ايه موشن. في كمان حاجات تانية السبرينج، سبرينج اللي هو الميزان الزنبوركي او اللي هو السبرينج اهو كده، ممكن يكون كده وممكن يكون بهذا الايه الشكل. دي اشكال توضيحية ترانزيشنال موشن والبريودك موشن. وفي الاخر بجيب لك فيديو بالحركه يوضح لك بعض هذه الاشياء. طيب تعالوا بينا ننتقل لحاجه جديده، انرجي ترانسفورميشن during the motion of pendulum. الحركه او الطاقه انرجي ترانسفورميشن، خلي بالك هي مش في حركه، بيبقى في انرجي طاقه، طاقه نقل اثناء حركه البنجوليوم. ايه هي بقى؟ auxiliary motion، auxiliary motion. في عندي اشياء كتيرة على سبيل الحاجة، turning fork، turning fork، stretched string، stretched string، feel spring اهو، في pendulum اهي، pendulum اهو. ديت اشكال auxiliary motion. في ملحوظة عايزين ناخدها الأول نوتس، قال لك في عن فاكرين البي اي اللي هي بوتنشيال انرجي، طاقة الوضع، ممكن تبقى ماكسيمم وممكن تبقى زيرو. ركزوا معايا عشان المسائل، البوتنشيال انرجي ممكن تبقى ماكسيمم وممكن تبقى زيرو.
الكايناتيك انرجي ممكن تبقى ماكسيمم وممكن تبقى زيرو، وايه كمان في عندي في اللي هي الفيلوسيتي. طب ايه علاقه الكلام ده بالدرس يا مستر؟ بص معايا، البنجلوم قدامك اهو، ادي البنجلوم. طب وايه الموضوع؟ المنطقه دي اسمها ايه؟ الريست بوزيشن. ريست بوزيشن اللي هي موضع السكون، اللي بتساوي ايه؟ ساكن الجسم. بعد كده المنطقه الثانيه ديت اما الجسم بنمسكه نرفعه الى اعلى، وهنشوف الفيديو بعد كده، بيوصل لاعلى قمه، دي البوتنشال انرجي. والبوتنشال انرجي لما بيبقى الجسم اعلى حاجه بتبقى ماكسيمم. طب الكاينتيك انرجي بتكون زيرو، لان الجسم بيتحرك لغايه ما يتوقف، يتوقف يبقى الكاينتيك انرجي ايه؟ يبقى في الطب اعلى قمه البوتنشال ماكسيمم والكاينتيك زيرو، ويبدا الجسم يرجع مره تانية الى الريست وبعدين للنقطه ايه؟ بي. يبقى هنا ايه؟ قال لك في الحاله دي بقى كاينتيك ايكوال زيرو والفيلوسيتي ايكوال زيرو. خلي بالك هنا ما الكاينتيك، ما هو الجسم بدا يتحرك كده كده لغايه ما هيسكن، يبقى الفيلوسيتي بزيرو والكاينتيك بزيرو، يبدا الجسم يعود مره تانية، يبقى الكاينتيك هنا بقى ماكسيمم، الجسم بيرجع تزداد السرعه انكريز انكريز لغايه هنا بقى تبقى الماكسيمم. الكاينتيك في الحته دي هنا ماكسيمم كاينتيك انرجي، وبعدين يبدا بقى السرعه تقل لغايه ما يوصل لفوق ويتوقف في الحاله بقى هنا الايه بقى، وقبل ما يوصل كده قمنا ما دام الكاينتيك ماكسيمم يبقى الفيلوسيتي كمان ايه؟ ماكسيمم. بعد كده اما الجسم يطلع الى اعلى هنا يبقى البوتنشال بقى يرجع تاني ماكسيمم، والكاينتيك بتساوي ماكسيمم والفيلوسيتي بتساوي زيرو مره ايه تانيه، ثم يبدا الجسم يرجع تاني، ولما يوصل هنا الكاينتيك انرجي ماكسيمم والفيلوسيتي لغايه ما يرجع، وهكذا ريبيتد ريبيتد. فهمنا؟ عشان لما تيجي لنا المسائل وكاينتيك انرجي وبوتنشال انرجي ومين بتساوي ماكسيمم ومين بتساوي ايه زيرو، دي ملحوظه هنستخدمها فيما بعد. في عندي حاجة اسمها displacement. displacement عبارة عن ايه؟ هي distance، مسافة، بس ايه كمان؟ ليها direction، وبتقال ما دام distance ولها direction يبقى اسمها vector، متجه، وما دام vector يبقى distance والdirection بتقاس بالمتر. displace اسمها ايه بقى؟ displacement. او بقى شوفوا زي كده، دي كده displacement، ازاحة، بيسموها بقى كده الازاحة displacement، بس ليها اتجاه كده. displacement هو distance، مسافة، بس ليها اتجاه، وبنسميها فيكتور وبتقاس بالمتر. في بقى amplitude اسمها ايه؟ amplitude. ايه بقى الامبليتيود ديت؟ اللي هي maximum displacement. خلي بالك الجسم هنا في الريست بدأ يتحرك بهذا الشكل الى اعلى كده، اعلى نقطة يوصل لها الماكسيمم دي اسمها amplitude، وهنشوفها دلوقتي بالكيرفات يعني. يبقى الامبليتيود ماكسيمم ديسبليسمنت، برضه هنا لما يطلع الجسم كده لاعلى، ولو طلع كل ما اعلى اعلى نقطه الماكسيمم، يبقى ماكسيمم ديسبليسمنت، يبقى ده الامبليتيود. يعني انا عندي هنا الماكسيمم، لو قلنا ايه تنطق كده اي بي اهي، وهنا اي سي، يبقى اعلى الماكسيمم ديسبليسمنت يبقى الاي بي الاتجاه ودي اي سي. تعالوا كونسبتس related to auxiliary motion يا جماعة، ال related auxiliary motion في مفاهيم هندرسها ونفهمها. هناخد ال amplitude، ناخد ال complete oscillation و periodic time وال frequency، ولو خلصناهم يبقى كده الدرس الأولاني خلص، وناخد عليهم تمرين وعملية بسيطة. تعالوا نشوف أول حاجة ال amplitude. The amplitude لسه قايلين is the maximum displacement، maximum displacement achieved by an oscillating body away from its point of rest. It's measured by a meter. ادي الرسمة اهي، ادي عندي ده النقطة ديت اللي هي الريست، مش دي النقطة كده ريست اهي، ويبدأ يتحرك دي كده اعلى حاجة، النقطة مثلا وصل بي، البي ده بقى تعتبر هنا ايه بقى؟ الارتفاع ده بقى اللي هو الامبليتيود. الامبليتيود ايه؟ ذا ماكسيمم ديسبليس، اعلى نقطه، اعلى ازاحه، اي ماكسيمم ديسبليس ايه؟ اي ماكسيمم ديسبليسمنت فروم ذا ريست بوينت، من النقطه دي وبعد هنا كده، ويبدا ينزل ثم يبدا تاني، سواء الامبليتيود لاعلى او حركه الموجه كده اهو، هي اسمها الامبليتيود. ايه هي الامبليتيود؟ ماكسيمم ديسبليسمنت باختصار، نتيجة الحركة الاوكزيليتنج بادي اواي، بعيدا عن نقطة الايه؟ ريست. سهلة؟ سهلة. طيب نشوف مفهوم تاني.
the complete oscillation. ما احنا قلنا الامبليتيود عرفناه، تاني حاجة ال complete oscillation is the movement، حركة made by the oscillating body when it passes a single point in its path of motion two consecutive time in the same direction. بص الرسمة أحسن. complete oscillation الدورة الكاملة، الاهتزازة الكاملة. ايه هي؟ movement. ادي الجسم هنا في الريست، شوف امشي معاه كده اهي، ادي كده كده لغاية ما يجي فين هنا، شايفين ازاي؟ يبقى من النقطة بي، من النقطة بي ادي الجسم اتحرك، ادي كده اهتزاز، شايفين؟ يبقى ده الامبليتيود. خلي بالك، ها الجسم كده 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 لغاية النقطة دي اسمها complete oscillation. movement made by oscillating body when it passes a single point، لما بيمشي من ايه؟ نقطة. ها two consecutive times، مرتين متتاليتين. خلي بالك بيمر كده وكده ويرجع كل نقطة. شوفوا الحركة دي، كان كده البانجوليان بتاعي كده، كان الجسم كده، كان يمر كده ويرجع عليها كده، ثم يمر كده ويرجع كده، مر بكل نقطة مرتين متتاليتين in the same direction. أمال الجزء، شوف دي، طب لو من هنا لهنا للإيه؟ للأمبليتيود دي اسمها هاف، شايفين؟ من هنا لهنا هاف أوكزيليشن، دي كده كلها اسمها إيه؟ هاف. أمال من هنا لهنا، حد يقول لي كده؟ من هنا لهنا كوارتر، ربع، ومن هنا لهنا هاف، ودي كلها تعتبر كومبليت. ده الكومبليت اوكزيليشن، وكلها موضع اسئله، وهنشوف الاسئله السهله بتاعتها ان شاء الله. بانجولوم كومبليت وان اوكزيليشن when it covers the distance BAC ABA. دي يا مستر تعالى شوف الرسم الاول، من B الى A BA، ومن A إلى C، ثم يرجع مرة تانية من C إلى الـ A إلى الـ B، اللي هي consecutive two times، مرتين دورة بيمر بكل نقطة مرتين، يبقى في الحالة دي اسمها هي complete oscillation. ونلاحظ الآتي دايما في الـ complete oscillation consists of، برضو موضع سؤال، four amplitudes and four displacement، يعني الدورة الكاملة بيكون فيها two amplitude وفيها two displacement، بيكونوا 4 امبليتيود و 4 ديسبليسمنت. في بقى عندي حاجة تانية اسمها البريودك تايم. احنا قلنا في مجموعة مفاهيم عايزين نشوفها، اللي هي المفاهيم دي، مش احنا قلنا عايزين الامبليتيود تعرفنا عليه، الكمبليت اوكزيليشن تعرفنا عليها، دلوقتي هناخد البريودك تايم وبعدين ناخد الفريكوانسي، وبكون قلت لك الدرس كده الايه الاولاني خلص. البريودك تايم is the time needed by an oscillating body to make a complete oscillation. يعني لو عندي جسم اتحرك complete oscillation كاملة، حركة كاملة، بنشوف المدة قدين، ثانية، ثانيتين، عشرة، يبقى البريودك تايم is the time needed أو total time by oscillating body to make a complete oscillation. قال لك البريودك تايم هنرمز له بالرمز تي، البريودك تايم بنرمز لها بالرمز تي. البريودك تايم ميجر بتقاس بالسكند، بالثانية، and is determined by the relation، في علاقة، في قانون. قال لك عملية بسيطة، لو قال لك طلب البريودك تايم الرمز بتاعه تي اهو، قال لك التايم، التوتال تايم بالسكند على النمبر اوف كومبليت اوكزيليشن، عدد الدورات الكامله ده، والمسائل بتاعتها سهله جدا. طيب بقول لك ايه بقى، خد مساله اهي، وات از ذا بريودك تايم فور ذا بندوليوم، ادي البندول بتاعه اهو، ومديني السكند اللي هنا، بقول لي اوكزيليتنج ان فيزا فيجر، هو عايز يعملها، البريودك تايم بتساوي ايه؟ انا مش هحلها، هسيبك، بس خلي بالك نفس المساله بحلها لك في اخر الفيديو مع التمارين، بس عايزك انت توقف كده وتفكر فيها. هو مديني ها المسافه دي، وعايز الايه، وات، بقول لك عايز البريودك تايم، البريودك بيساوي ايه؟ التوتال تايم على النمبر، شوف كومبليت، اما دي مش كومبليت، ده ديت ايه؟ ربع دوره واحده، والمفروض يبقى اتنين، تلاته، اربعه، هسيبك تفكر، معرفتش، وبشوف في اخر الفيديو حل للتمرين ده.
بنيجي مع حاجة تانية لفريكوانسي بقى، آخر حاجة اللي بنشرحها فريكوانسي اللي هي الاف بيسموه التردد، is the number of complete oscillation in one second. يعني مثلا بنشوف البنزوليوم دوت في السكند الواحدة عمل كام دورة كاملة، وبيقاس بالهيرتز. يقاس بالايه؟ بالهيرتز. يقاس بالايه؟ لفريكوانسي بالهيرتز. بس في شوية معلومات تاخدها، الكيلو هيرتز بتساوي 1 باي 10 3 هيرتز، لو الميجا هيرتز يبقى 1 باي 10 باور 6 هرتز، الجيجا هرتز بتساوي 1 باي 10 باور 9 هرتز. دي طبعا التحويلات اللي خدتوها في اولى ثانوي مهمه عشان هنحتاجها في المسائل. سيمبل بندوليوم ميك، مساله اهي، سيمبل بندوليوم ميك 50 كومبليت اوكسيليشن، يبقى عدد الكومبليت اوكسيليشن كام؟ 50. طب التايم كام؟ 10. اتس فريكوانسي از ايه؟ 5 هرتز. ليه جبناها 5؟ احنا قلنا القانون فاكرينه بيعمل ايه؟ فريكوانسي از ذا ريسيبريكول اوف ذا بيريودك تايم، هو المقابل للوقت الدوري. بمعنى ايه؟ البيريودك تايم بتساوي التايم التوتال على النمبر اوف كومبليت اوكسيليشن. وخلي بالك لو قلنا بقى لفريكوانسي اعكس، هتحط النمبر اوف كومبليت اوكسيليشن، تعال هنا، هما كانوا كام؟ 50 كومبليت اوكسيليشن. يعني ايه 50؟ على التايم توتال، التايم كله بس يكون بالسكند 10، 50 اوفر 10 بتساوي كام؟ 5. وخلي بالك بقى في قانون تاني هنستخدمه، قال لك الفريكوانسي ممكن بيساوي ال1 اوفر تي البريودك تايم، لو قلنا 1 على الاوفر تي بتساوي الفريكوانسي، وممكن الفريكوانسي هو البريودك تايم بس بنعكس اللي فوق تحت واللي تحت ايه فوق. واضحه ولا مش واضحه؟ حاجة كده أخيرة نشوفها مع بعض. بقول لي هنا إيه؟ لو العلاقة بين الفريكوانسي اللي بنرمز لها بالرمز نيو والتي اللي هو التايم، خلي بالك لو بين النيو وبين التايم بتكون العلاقة بهذا الشكل، أما بتوين اليو وبين الوان أوفر تي بتكون ستريت لاين. وخلي بالك لو طلب السلوب هنا اهو، خلي بالك عشان المسائل بس الكلام ده، السلوب تمام كده اهو، يبقى قال لك السلوب بتساوي في، في الحاله دي كده السلوب بتساوي الفي باي 1 اوفر تي، يعني هتبقى كده اهو الفي اوفر 1 اوفر 1 على تي. ما هي دي كده، اعكسها بقى ما تيجي تعملها رياضيا، تطلع خلاصة الكلام احفظها، السلوب بيساوي الفي تي بيساوي ايه؟ 1، ودي قيمة كونستانت ثابتة في الحالة دي. اخر حاجة في كلمة اسمها سيمبل هرمونيك موشن. ايه سيمبل هرمونيك موشن؟ قال لك دي اهي، ادي سيمبل هرمونيك موشن، حركة موجية بسيطة اهي، دي كده قلنا كومبليت اوكسيليشن، الكومبليت في قمة اهي وقمة هنا، يعني بدأ من هنا بيبقى هنا، وادي دي قلنا كده الجزء ده يبقى هاف، والجزء الصغير ده يبقى ايه؟ كوارتر. كل الكلام ده قلناه، ما تيجوا مع بعض نجيب فيديو يوضح بعض الاشكال ديت، وبعدين نبدأ ناخد بعض التمارين والايه والمسائل، نشوف ازاي نعمل بانجولوم مع بعض. ادي كده بجيب البنسل وبنعمل خيط معاه كده، يعني انت ممكن تعمل وادي الكوينز عملة معدنية وبتبدأ تحركها، بس هو الفكرة يوريك ازاي البانجولوم. باندولوم هو ممكن تقول باندوليوم يا سيدي، لكن هو نطقه المفروض بانجولوم، تمام؟ ولكن ما تفرقش النطق معانا في الساينس، بس لو انت عايز تعرف يعني، ادي ده بيوريك كده الحركه بتاعت اللي انت دي، ممكن هنا تجربه انت تقوم بايه عملها. وهنشوف بعض المفاهيم التانيه اللي اتكلمنا عليها او لسه هنتكلم عليها بعد كده. ده بندوليوم اهو، شايفين ده اللي هو الساعه البندوليوم، شايفينه ازاي؟ يعني انا بوريك عشان تبقى برضو متخيل الشكل الحركة لما بيبدأ يتحرك والساعة بتدور. ادي كده لو ربطنا البول ديت في الخيط دوت، ده اسمه الريست، المنطقة دي اسمها ايه؟ الريست. كانت وهو هنا كانت الريست ايه بوزيشن، ويبدأ يتحرك الى ايه اعلى، اللي بيعمل ده كده ادي كده اسمها هنعرف اسمها امبليتيود بعد شويه، تمام؟ ادي النقط، ادي البوزيشن او الريست،
وادي ايه اعلى قمه، وادي هنا الاعلى هنا الهايت، وادي الايه الهايت. شايفين الحركه بتتم ازاي؟ بيبقى هنا ايه ريبيتد، ريبيتد الحركه مالها بتتكرر. شايفين احنا كده؟ ايوه. ويبدا من ايوه كده، وتبدا ترجع الحركه يمين وشمال، ليفت وايه ورايت. هو الفكره كلها انك تكون متخيل الموشن بتكون شكلها ايه. شايفين بقى هنا الادي كده الاتجاه الدايركشن بتاع الحركه كده، وبيعود مره ايه اخرى كده. حركه في اتجاهين رايت وليفت، وليفت وايه ورايت. هنا مثلا عند شايفين البوينت كده ايه، وادي النقطه هنا البوينت بي، وادي نقطه هنا بوينت اي سي، ويرجع من السي للبي ومن البي للاي. يبقى بدأ من الاي للبي ومن البي للسي، ثم من السي للبي ومن البي للاي. شايفين الحركه عامله ازاي؟ يبقى دي كده نمبر 1 ديسبليسمنت 1، ديسبليسمنت 2، ديسبليسمنت 3، ديسبليسمنت 4، 4 ديسبليسمنت، وفي نفس الوقت 4 امبليتيود. الكلام اللي انا شرحته ووضحته، بس بحاول اوضح لك بالرسمه تفصيليه شويه ايه اللي موجود. تمام. يبقى انا عندي ديسبليسمنت اهي 1 2 3 4، وده الفريكوانسي. ايه هي الفريكوانسي؟ احنا قلنا الفريكوانسي دي اللي هي عباره عن، فاكرين ولا نسيته؟ الفريكوانسي اللي هي ذا نمبر اوف كومبليت، نمبر اوف كومبليت اوكسيليشن بادي ان 1 سكند، وخدنا القوانين بتاعتها. ده يبقى عدد الذبذبات اللي بتتم الكامله، ذا نمبر اوف كومبليت، كم ذبذبه كامله تمت في ال 1 سكند، في الثانية الواحدة. تعالوا بقى كده نشوف ده البريودك تايم. ادي البريودك، ده رسمة بس توضيحية. ايه هو البريودك تايم دوت؟ اللي هو عدد الذبذبات مكتملة في الثانية الواحدة. بعد ما شفنا الفيديو كده توضيحي مبسط يعني، في مسائل بيقول تشوز ذا كومبليت اوكسيليشن كونسيستس اوف، الله هي الموجه الكامله بتتكون من ايه؟ 2 ديسبليسمنت ولا 3 ديسبليسمنت ولا 4 ديسبليسمنت؟ اللي مذاكر معايا هيقول لي يا مستر يا مستر دي على طول قلنا 4 ديسبليسمنت و 4 امبليتيود. يبقى تاخد هنا سي اللي هي ايه بقى 4 ديسبليسمنت. يجي يقول لي جيف ريزون. هو ممكن الاسئله ما بقاش فيها جيف ريزون، بس احنا بنستفيد بالايه؟ بالمعلومه، وما نضمنش برضه ممكن يعمل في الامتحانات شكلها ايه. The complete oscillation consists of four displacement. هي ليه ال complete oscillation بتتكون من four displacement، أربع إزاحات؟ الإجابة دي أخذناها سابقا. The complete oscillation is a movement made by oscillating body when it passes single point in the path of motion two consecutive time in the same direction. وأنا معاك يعني give reason ممكن ما يجيش، لكن نستفيد بالإيه؟ بالمعلومة. نشوف سؤال تاني. In which graph؟ أنا جايب لي رسمة فيها oscillation 1 oscillation curve 2. بسأل سؤال the amplitude is larger، يا ترى larger number 1 ولا number 2؟ ال amplitude هو larger الأكبر. يا جماعة ال amplitude هو الإيه؟ الإزعاج. آدي كده شايف دي كده أهو، دي كده ودي كده، مين الأطول؟ الجزء ده ولا ده؟ يبقى نقول ايه هنا؟ يبقى نمبر 1، نمبر 1 امبليتيود از لارجر ذان نمبر 2. طب يسال سؤال هاو ميني كومبليت اوكسيليشن، يعني هو هنا عايز يقول لي في كومبليت اوكسيليشن في الفيجر 1 وفي في فيجر 2، ار زير بتوين الاكس والواي. هو مديني الاكس هنا والواي هنا. طب ما تبدا معايا هنا، ادي دي كده كده، ادي كده ايه 1. خلي بالك من هنا الى هنا كده ادي كده 2، من هنا الى هنا كده كام 3. يبقى في الشكل دوت في كام؟ ها في كام؟ هاو ميني كومبليت؟ 3 كومبليت اوكسيليشن. طب الشكل الثاني امشي معايا كده كده، ادي كده 1، من هنا كده لهنا 2، من هنا لهنا 3، من هنا لهنا ايه 4. يبقى ده كده 4. يبقى الاجابه ايه بقى يا محترمين؟ قال لك هنا اهو in the first graph في الشكل الاولاني 3 زي ما احنا قلنا وعرفنا ازاي نعدهم. طب في السكند there are 4 complete oscillation، في هنا 4.
شفتوا الأسئلة سهلة وبسيطة إزاي؟ أنا عايزك الفيزياء دي تكون مزاج، وقلت لك إن شاء الله في الفيديو اللي جاي بعمل لك حلول لكتاب المعاصر الأسئلة اللي موجودة فيه إن شاء الله. في سؤال هنا زي مسألة: calculate the periodic time t and the frequency. عايز التي والفريكوانسي. لو انت حافظ القانون بتحل على طول. البادي ده عمل ميك 300 كومبليت اوكسليشن ان هاف مينت. خلي بالك، ها هي المشكلة المسألة كلها، واللي ممكن تغلطك كلمة هاف مينت. هاف مينت نص دي لا، نحولها لسكندز. نقول مع بعض كده اول حاجه اللي هو الايه، التايم. اهي التايم لما تقول هاف باي 60، ليه؟ لانها نص دقيقه، تضربها في 60 عشان تحولها للايه. اكتب بقى القانون، تتحل المساله. القانون بيقول ايه؟ البريودك تايم، التايم ان سكند، التوتال تايم اللي احنا طلعناه 30 على النمبر اوف كومبليت. النمبر اوف كومبليت كام هي هنا؟ 300. والتايم طلع بكام؟ ب 30. بتقول 30 على 3 اهي، تطلع بكام؟ 0.1 سكند. سهله، بس هو عايز بعد كده الفريكوانسي. قانون، اكتب الفريكوانسي بيساوي ايه. ها الفريكوانسي بيساوي النمبر اوف كومبليت عكس ده على التايم، يبقى 300 اوفر كام؟ 30 بتساوي 10 هرتز. شفتوا المسائل اسهل من الشرح ازاي؟ بس لازم تكون حافظ القانون. نشوف مسألة تانية. فاكر المسألة ديت اللي قلت لكم واحنا بنشرح؟ هسيبك تحلها، بعضكم عرف بعضكم ما عرفش. بقول لك what is the periodic time of the pendulum oscillating in the figure. البريودك تايم بيساوي ايه؟ لازم بيساوي، قلنا هنا البريودك تايم بيساوي الامبليتيود باي 4. الامبليتيود اللي هو ده، اللي هي الارتفاع ده، ادي المسافه دي، بس بنضربه ب 4. ليه؟ لان احنا قلنا كده 1 يرجع 2 وبعدين هنا 3 وبعدين كده فوق 1 و2 و3 و4، لازم يمر بكل نقطة كم مرة؟ 4. يبقى نعمل الامبليتيود باي 4. طيب يبقى الامبليتيود باي 4 0.5 باي ايه؟ 4 بتساوي 2 ايه؟ سكند. هو عايز البريودك تايم، يبقى عندي كام ثانية المطلوبة؟ 2 سكند. وبكده نكون خلصنا، وإن شاء الله انتظروا الشرح التاني اللي هو حل التمارين المعاصر، عشان تبقى مفيش أي مشكلة في الموضوع، وأنا بنتظر أي استفسارات أو تساؤل منكم.